ما كنا عالم الصباح وصلنا لفقرة الحلو بلبنان وخلي عينك عبر منينا هو موضوع الحلقة. صباح الخير. صباح الخير. معي ضيفنا كمال أبو سمراء وحضرتك رئيس جمعية برمانا هايكينج. اليوم أنت معنا لنحكي عن الإيفنت اليوم اللي راح يصير وهو مش الأول مرة بيصير، هو لثالث مرة على التوالي. جمعية برمانا هايكينج جروب برعاية طبعا بلدية برمانا عم بتقوم بمساء اليوم 26 تموز مسيرة على أدراج برمانا ليتنقلوا من خلالها المشاركين ويتعرفوا على هالأدراج. أهلا وسهلا فيك. بدنا نحكي عن هذا النشاط يلي مثل ما قلت لثالث مرة عم بتقوموا فيه، شو نوعه مزبوط وشو أهميته؟ أهميته أنه نحن كبرمانا هايكينج جروب عم ننتقل من نحن الإيفنتس تبعنا هي بالحرش، عم ننتقل على المدينة. ببرمانا في 64 درج. واو. السنة رح نمشي 14 درج بس من 64 درج؟ صح، لأنه برمانا طبيعتها هضبة، لأن يعني كل العائلة بده يطلع على الطرقات. في 64 درج رح نمرق على 14 درجة. رح نبلش النشاط من ملعب بلدية برمانا اللي حطته بتصرفنا البلدية. رح يكون التجمع ابتداء من الساعة 5، اللي بيجي بكير رح يكون في صفوف يوغا، في ماستر إلي، في كمان عندنا شاب تاني كمان رح يعمل يوغا سامر. منجمع الساعة من 5، اللي بيجوا على الملعب رح يتقدم لهم كل شيء شايفتيه على الطاولة، شنطة تقدم بلدية برمانا، عندنا خارطة لبنان. وكلهم بيطلعوا؟ كله بيطلع له. لحظة بدنا نركز. سوري بدنا نمشي حبة حبة يا علام. بيطلع لهم سوسات؟ ما هي سوسات أهم شيء، أنت ماشي بتسلم فيها. بيطلع لهم سوسات وكمان ليكو عن الموديل. وكمان ستريل ميكس، يعني ما هو ماشي طبيعي. بياكل يعني ما في شيء، كل شيء اللي هو ماشي بياكلهم. واو. حتى زبيب وفاميليا. سيريال شو حلو. سيريال كمان، واذا واحد ماشي كمان ما عنده مشكله بالسيلولار، مرات بتحطوا بركي المصريات اذا بدكم. هذا السيلولار، هذا السيلولار، بتعرف الواحد عم بيمشي اوكي بكون ماشي اجر السيلولار باجره بصبه ببنطلون وبيوقع، فهيدي البوشيت بحط فيها السيلولار، بحط الاي دي تبعه هون تنتعرف عليه نحن ماشي. وهذا شو؟ هذا نسكافيه كمان سكر. شوغر. وبعدين في كمان عندنا برنايتا تقدمت البلدية. كثير مهتمين. كل هودي محطوطين بهذا الشنطة. هيدا شو؟ هون السؤال. هيدا شو؟ هيدا ما أنت رح تمشي معنا بالليل؟ لحظة بدي أحطها، حسيت هيك. نحن رح نطلب من شركة الكهرباء تقطع الكهرباء ببرمانا. يقطعوها، أنا قاطعين على الحالتين. هو كل حال نحن عندنا البلدية مأمنت لنا الكهرباء، بس بهذا الوقت رح نمشي بالليل. وين أنا؟ يعني رح نمرق بزبريب ببرمانا، رح نمرق بدراج ببرمانا، فرح نضوي الضوء ونمشي عليه. حبيت. أوكي؟ في عندنا كثير حلو. بما انه رح نمشي بالليل رح نعوز كثير هيدا الضوء. وكل العالم نحن متوقعين يجي او حوالي 400 شخص. وقديه؟ 400 شخص. 400 شخص؟ طيب واكيد في للسيفتي وللسلامه العامه. الصليب الاحمر موجود. الصليب الاحمر موجود معنا، الباش مارون والشباب تبع البلديه كلهم معنا، كل اعضاء البلديه وكل اهالي برمانا رح يكونوا موجودين عم يترحبوا فيكم. اوكي تمام حبيت. اوكي بنمشي لتاني سؤال. تاني سؤال، مين المشاركين معكم؟ مين الاشخاص يلي مين بحبوا يروحوا بالهايك؟ برمان بهذا الهايك نحن عاملينه لانه مش بالاحراش، عاملينه بالطبيق بالقلب مدينه برمانا. برمانا هي ام المصايف. رح نمشي احلى مناطق برمانا، منطقه وهواء تبعها والعالم. برمانا منطقه معروفه بالتاريخ والجغرافيا والطبيعه تبعها. نحن نمشي على الدراج، نحن ما نقينا سير دراج طويل مثل هذيك السنه، هذيك السنه كان عندنا دراج ب 150 درجه. السنة رأينا نوع من البلاتفورم، يعني نمشي من درج لدرج على أوكي. طريق ونمشي على طرقات. أطول درج هو 60 أو 70 درجة، أصغر درج طويل شي طريق شي 60 متر فيها درجة واحدة اسمها طريق الهويري. رح نمشي عليهم مين ما كان فيه يمشي. بعدين شباب البلدية الباش مأمن مواكبة 100% لحتى تسكر محل الطرقات بس نحن قاطعين، واللي بما انه الملعب بلدية برمانا هو بنص برمانا، حيلا واحد فيه تعب يرجع على الملعب، يعني الشباب كله بيدلوه على الملعب. أوكي. يعني رح ننطلق من الملعب نمشي على كل الطرقات. هيدا درج كثير حلو، هيدا له كثير تاريخ ببرمانا، هيدا درج برمانا هاي سكول. اوكي. يعني رئيس الجمهورية السابق استاذ ايميل لحود، الوزير الرئيس للحكومه الحالي تمام سليم كان يطلع على هذا الدرج. يعني كانوا اذا تعلموا برمانا هاي سكول. هلا هون شو رح يصير بعد الايفنت؟ آه لا 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 دغري فضحتونا يعني مش عم نعمل. لا بدكم تروحوا يا جماعه جوا لانه عم نحكي ستيب باي ستيب. طيب شو عم نشوف اذا؟ لانه عم نشوف التجمع. حلو اوكي. هيدا برمانا.
هيدا بعد الهايكينج؟ هيدا قبل الهايكينج. قبل بعد الهايكينج غير شيء. طيب اوكي. قبل الهايكينج رح توزعوا كلها وشايفتين على الطاوله وعالم. هيدي زهره برمانه على فراشه برمانه، هيدي اسمها دوموزيل دي سنسرين. اوكي. هيدي من جمعيه برمانه هايكينج جروب، حط الشعار تبع برمانه على وجهها. على وجهها. هيدا كنا في سبق تبع المجوال، شوفوا نحن كل اولاد معنا، هيدا بيتا، كنا عم نعمل نشاط مع بيتا مع الكلاب. يس. يعني نحن بنمشي مش بس على الطرقات، بنمشي بالحراش. جمعيه الرفق بالحيوان، هيدا شعارنا. هيدا ايام الثلج كنا عاملين هاي كمان بالثلج. حلو كثير. هلا البيت القصيد انه رح نمشي ببرمانه. اوكي هالمره هيدا التجمع، تشوف الناس كيف كنا بيجوا على برمانه. طيب شو الهدف اذا كيف يعني اذا بدك العالم عم تتجاوب مع هيدا النشاط؟ اسم الله عم يكونوا كثار مثل ما عم شوف بالصور. يعني قد ايه عم يتجاوبوا، قد ايه عم يحبوا وهيدا انت؟ هيدا انا كنت اول واحد هالمره بمشي، عاده بمشي اخر واحد. اوكي كيف عم تكون هيدا هي البرمانه عم ترحب فيكم يعني بستمروا قدام هيدا اوتيل جاردن، بستمروا حدا قدام منه عم بيقدم، ما رح تشوف الهوسبيتاليتي تبعهم. هن عن جد مضيافين والشعب اللبناني هيدا بالاساس. هيدا يلا بلشنا فضحتونا مره ثانيه. لحظه انا ما بقدر ركز، عم كثير عم نمشي بسرعه. هدول ايمتى بيصير؟ بعد الايفنت. بعد الايفنت البلديه عملت لكم سهره. رح يجوا من بعد الايفنت، بعد ما يكونوا مشوا 700 درجه 14 درج، رح البلديه تستقبلكم بالساحه ورا الملعب. اوكي. كل شيء مأمن، كل شيء ببلاش، اللي بيلعب برمانه ما كمان هي فيه. بتصير على فكره بتصير كانه مهرجان اذا بدك. هي شفت الصاج؟ ايه. طب هو اي اعمار في عنا؟ مين ما كان في شارك؟ مين ما شارك؟ كل الاشخاص. مين ما في شارك؟ طب خليني ارجع احكي لك عن الجمعيه اللي اسستوها واللي هي برمانه هايكينج جروب. مين اللي اسسها وقد ايه صار لكم كم سنه؟ لكن الفكره اجت، نحن كنا انا وعائلتي كنا انا ومرتي ماتيلدا وابني بنتي ايفان وابني جوي نروح مع جروبس نعمل هايكينج برات برمانه. صرنا نشوف انه طب اوكي المطرح ما عم نروح، نحن عندنا احلى يعني التريلز ببرمان احلى من يعني بعدين مش بس احلى، قريب كثير على بيروت. يعني اوتوستراد ما تنسريها 7 دقائق من المكلس 15 دقيقه بتوصل على برمانه، بتعملي هايكنج ببرمانه مع كذا ليفل. نحن عندنا 7 تريلز، سبع مسارات بال بال بالاحراش برمانه. يعني عندنا طريق الكلس، عندنا طريق البغال، عندنا طريق النهر، عندنا طريق الاتراك، عندنا الدراج، عندنا طريق مرشايا، في عندنا كثير نشاطات موجوده ببرمانه. ونحن كل 15 يوم نعمل نشاط، يعني كل 15 يوم يا بنعمل نشاط ببرمانه يا بنشارك مرات برمانه. هلا من 3 سنين بلشنا نحن وعائلتي، بعدين كبرت عائلتنا، كبرت عائلتي، كبرت صرنا جمعيه. هلا الجمعيه نحن عددنا كثير كبير. يعني نحن ما عندنا انتساب للجمعيه، نحن ناس منا وفينا عائلتنا. نحن اللي معنا بالجمعيه صحيح انه عائله كبيره بس كبرت عم تكبر العائله. فتقريبا نص برمانه صارت من الجمعيه معنا بالعائله. عندنا شباب من زحله، عندنا شباب من درب، عندنا صبايا من درب. بدكم تعيشوها لهالمنطقه اللي اصلا هي فيها اثار برمانه كيف يعني طبعا بشعبها اللي شوف شو في بقلبها بحب الحياه فيها. هيدا الحلو، يعني انتو هي اوريدي بقلبها حياة وكلها خضار وكلها طقس حلو، واذا بدك شعب حلو وطبيعة عالم حلوة، وانتو بعدكم عم بتضووا على في اكثر. ايه؟ نحن نمشي، رح نمشي ببرمانه، رح ننطلق من الملعب، رح نروح نطلع اوتيل درج اوتيل جاردن، رح نمشي بين كنيسة مرجيريس وكنيسة مرشاعة يروم موارني، رح ننزل على الطريق العام، رح نمرق بشارع تبع المطاعم، رح نمرق على درج بيت يونس وبيت الحاج، كل درج له اسم ببرمانه حسب مين عايش مين قاعد فيه او حسب شو صار فيه شو صار فيه احداث. رح نرجع نطلع نمشي على كنيسه السيد الكاثوليك، ورح نطلع امبارح افتتحنا درج ببرمانه عم نقوله جرافيتي. في درج سينما عايده البلديه عملت بنشاط كثير حلو، لونت الدرج حلو. يعني رح تشوفوا درج ملون عليه جرافيتي على اللوجو تبع برمانه، ورح نطلع فيه من الدرج تبع سينما عايده رح ننطلق على قلعه اليعاطره. اليعاطره هن القراصنه العرب. برمانه كانوا يسكنوها سنه 333 قبل المسيح. اليعاطره هن قراصنه كانوا يعيشوا ببرمانه وكمان يمارسوا القرصنه بالبحر الابيض المتوسط. الرومان اجوا شالوهم من برمانه حوالي سنه 73 قبل المسيح وقعدوا محلهم وعملوا مدرسه بمنطقه اسمها عرنطه، وعملوا معبد على تله مرشعيا اللي هو الالهه رومانا. الرومان هو الهه البرق والرعد والريح. نعم. وشعاره هو الرماني. من بعد ما نفوت على قلعه اليعاطره اللي هي صارت كنيسه مرجيريا سنه 1765، حد منا كمان في كنيسه مرشعيا، حد منا في كنيسه مرجيريا، رح نفوت على دير العزريه. دير العزريه هو معلم تاريخي من لبنان. يعني بس نحكي بالقرن السابق او قبل منه بالقرن التاسع عشر كان في عندنا شيء اسمه الامراء باللمعه.
الأمراء باللمعة هن كانوا حاكمين، عندهم كذا إمارة بالجبل لبنان. مركز كثير مهم كان ببرمينا، هو كان مركز القائمة المقامية تبع النصارى، وكان أمير أحمد بشير أبي اللمعة هو عنده هالمركز تبع الإمارة أبي اللمعة. رح نفوت على الدير اللي هو الإمارة، مركز الأمير أبي اللمعة صار دير، صار اسمه دير العزرية فانسون دو بول. نحن ب 31 شهر كمان رح نعمل حفل بقلب الدير، رح يكون فيه موسيقى أوركسترا برعاية البلدية. رح نتعرف نشوفوا الدير، دير طبيعته تقريبا مثل الأديرة تبع أبي اللمعة، وتاريخ فخر الدين والأشياء، القناطر والطوابق والأرميد والحبوسة تحت منه والدنجنز. حلو. منه رح ننزل على درج تبع العزرية ونرجع نقرب تنوصل على درج على ساحة البتروني، وننطلق بعدين على مدافن الأمراء أبي اللمعة. رح نفوت على رح نشوف المدفن تبع الأمراء أبي اللمعة، اللي هو أول شيء بالأمراء أبي اللمعة كانوا هن من موحدين ودروز، بعدين اعتنقوا المسيحية. في المدفن تبعهم بيعود لسنة 1110 ميلادية. شحلو. مدفن كتير حلو من صخر، البلدية عملت على ترميمه، كتير 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 حلو. يعني عنا كنوز فوق ببرمينا. ببرمينا عم ننبش، بعضنا عم ننبش. بعضنا من ليه؟ بعضنا عم ننبش. نرجع من المدفن الأمراء أبي اللمعة، رح ننزل على الطريق العام كمان ونطلع على درج أنيس الطويل، ومنه رح أروح على درج الفبركة. درج الفبركة هو بدرج كتير حلو، البلدية عملت على تأهيله بطريقة شوي منوعة، انه في زهور حواليه دير من دار، انتم نازل تشوفوا بين الزهور وبين الشجر، كتير حلو. منه رح نقطع الطريق ورح نروح على الهويري، طريق الهويري. هويري طبعا واحد هويري يعني واحد بيتهور، الطريق كتير طويلة تقريبا فيها درجة واحدة. ومنها رح نروح على برمانا هاي سكول. مدرسة برمانا هاي سكول فتحت لنا بوابها لأول مرة. نحن طلبنا من مدرسة برمانا هاي سكول نفوت على نمشي بقلب دراج مدرسة برمانا هاي سكول، رح نفوت على بوابة المدرسة، رح يتعرفوا وين تعلم قادة العالم وقادة لبنان. شو حلو. من المدرسة رح ننزل على عين السلام اللي كان اسمه عين الجن 1875، كثير قديم. عين الجن كان اسمه؟ كان اسمه عين الجن، ما كان حدا يسترجي يقرب يشرب هنيك. حرام. فمن بعد ما اشتروه، بعد ما اشتروه الكويكرز مستر وولدماير نقل له اسمه من عين الجن لعين السلام. وفي لوحة 1875 عم نحتفل 140 سنة طبعا برمانا هاي سكول السنة، وبمناسبة بواحد الشهر لثلاثة الشهر برمانا هاي سكول أوسكار أسوسيشن في عنا مهرجانات ببرمانا يعود كمان للأوسكارز، وبهالوقت في عنا تنس تورنمنت كمان ببرمانا هاي سكول. من تنس تور من برمانا هاي سكول رح نطلع على الدرجة شفتوه قبل شوي، رح نفوت على الشارع الثاني نوصل على البريد تبع برمانا، هو أقدم بريد موجود بالمنطقة، ومنه رح نقرب على درج مريم الطويل. هيدا ما درج البسينات بسموه، لانه مريم الطويل كانت تشتغل باوتيل بارك اوتيل، كانت تمشي هي وجايه تشي عشيه تعيطوا لكل بسينات برمينا يقعدوا مين ما مضيع بسينته يحيي عن مريم عم تتحشى. شوفي قصص عن جد. بنرجع بننزع على الطريق ورح نرجع على الملعب. هلا بالملعب فضحتونا قبل شوي، بالملعب البلديه رح تستقبلكم. في عنا مثل ما شفتي نار، رح نشوي بطاطا، رح نشوي توم، رح درق درق، في صاج، في ترمس، في ترمس طرد، ما في درب ايطاليا عفوا وطلياني هو بنعمل شيء بنجيب من البرازيل نستوعب بليز. اوكي. بهالوقت كمان رح يكون في مشروبات، رح كل العالم رح يكون حسب الاعمار رح يكون العالم موجودين. شو بتحب تقول للمشاهدين؟ انا ما بعرف خلي عينك على برمينا، لانه برمينا فول اوف سربرايزز عن جد. بعدين كمان عندنا ب 14 شهر صح الله يكون في اشخاص مثلكم عم يعملوا لنا هالنشاطات الحلوه. هيدي البلديه، نحن دورنا ندور البلديه بالنهايه، يعني ايد وحده ما بتزقف. مظبوط. نحن عم نضوي على اشياء كانت موجوده، بس هدفنا نحن كبرمانا هايكنج جروب نجيب عالم يمشوا ببرمانا. صح. مش هذا بدي اعرف عن الجيل الجديد كمان، عم تحسوا انه متحمسين وعم بحبوا انه يروحوا ويتعرفوا على هالمعالم الاثريه؟ مش بس الاثريه، بس كون ماشيين بالحرش بتشوفون سابقين الاولاد، يا حبيبي يا برد مشي وراي خليك حد ما فيك تكمشوا هالجيل. ما في مشكله، بس كلهم بيحبوا، لانه بطبيعه المطرح ما عم نمشي نحن خاصه على طريق الاتراك، هي طريق كثير كثير حلوه كان يمشوا عليها الاتراك، وعم نمشي على طريق الكلس عم نعرفهم على الايتون. يمكن انت ما بتعرف، في ولد يمكن ما بيعرفش يعني ايتون. ايتون هو معمل كلس قبل ما يصير في معمل شكه، كانوا ببرمينا يعملوا الكلس. حلو. ورح نعرفهم كمان الطرقات كيف كانوا يقطفوا زيتون، كيف فاذا عندهم كتاب كامل اليوم برمينا تاريخ، كتاب من المعرفة برمينا تاريخ وجغرافيا واثار ومعرفه وكل. طبعا انا يعني بدي اتشكرك كثير كمال، يعني عبين ما تشوفكم اليوم على الساعه 7، هي على 7 السبعة، بس اللي بيجي الساعة 5 بيعمل شوية يوم. تعالوا مرة بالسنة هاي؟ هيدا نحن متبلش سنتنا كبرمانا هايكنج جروب اليوم. اليوم لكن مش بس مرة، في عدة مرات لنشوف إذا بنقدر نلحق. كل سنة بنعملها. كل سنة يلا. كل سنة بنعمل هيدا النشاط. هيدا النشاط 15 يوم عندنا هايكنج. صحيح. أنا بدي أتشكرك، يعطيكم ألف عافية وجود لك لليوم. يعني لو كان معي خبر قبل بشوي كان، يعني قبل بيومين ثلاثة كنت معقول، بس
بس نحن نستعين بالتليان اليوم جبلت برازيليه بعدين بنحكي بالحديث. على كل حال تاكي لك وشوفك ان شاء الله المره الجايه مع نشاطات جديده. بنتوقف مع فاصل اعلاني ومن بعدها مكفي على الصباح.